تعالوا بقى نروح لأخبارنا الحياتية. طبعا كلنا لسه كنت بتكلم مع الزملاء هنا في التاسعة عن الجو، الطقس، حالة الطقس طبعا، ولو ان برضو علشان نبقى منصفين يعني الدنيا حر وده العادي في شهر 8، ولكن برضو معقول يعني حتى اللحظة معقول مقبول، لكن يبدو ان المقبول هيتحول الى حرارة. هيئة الأرصاد الجوية بتقول انه بدءا من غد الجمعة ان شاء الله غدا ولمدة اسبوع ستسود اجواء شديدة الحرارة مصاحبة بارتفاع نسبة الرطوبة على جميع المناطق فيما عدا السواحل الشمالية. يعني الساحل الشمالي ومن هو بالقرب من البحر هيكون الجو ألطف يعني وأحسن يعني. أضافت كمان الهيئة أن القاهرة ستشهد ارتفاعا في درجة الحرارة وقد تصل إلى 40 درجة مئوية. طبعا لما تبقى القاهرة 40 درجة مئوية يبقى لازم نطمن ونعرف يعني في موجة حر وهيبقى شكلها عامل ازاي والرطوبة عامل ازاي والأماكن ايه. دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مساء الخير دكتورة منار. مساء الخير على حضرتك أستاذة شفتي، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. طبعا أنا دايما أتمنى أكلمك وتبقى درجة الحرارة مثلا حاجة و30 حاجة و20، نبقى بنتكلم في حاجات لطيفة، لكن درجة الحرارة 40 قولي لنا ايه اللي هيحصل بالظبط. بالفعل يمكن احنا بنشهد ارتفاعات كبيره في نسب الرطوبه على مدار اليوم كله، وده هو اللي بيزود احساسنا اكتر بارتفاع درجات الحراره بسبب تاثرنا بمنخفض الهند الموسمي. نسب الرطوبه بتتجاوز 90 و95% على المناطق الساحليه، ده المناطق المطله على البحر المتوسط، ايضا بتتجاوز 85% على القاهره الكبرى، فده بيزود احساسنا اكتر بارتفاع درجات الحراره بحوالي من درجتين لاربع درجات باختلاف طبعا نسب الرطوبه من منطقه لمنطقه. احنا خلال الايام الماضيه الى اليوم كنا بنسجل درجات حراره على القاهره الكبرى ما بين 33 و34 درجه مئويه، لكن متوقع من غدا الجمعه ان شاء الله وعلى مدار الاسبوع المقبل كله يكون في ارتفاع طفيف في درجات الحراره بحوالي من درجه الى درجتين، يعني متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى ما بين ال 35 وال 36 درجه مئويه، ودي تعتبر درجه الحراره المقاسه في الظل، المحسوسه اللي احنا هنحسها طبعا هتبقى ما بين ال 39 وال 40 درجه مئويه نتيجه ارتفاعات نسب الرطوبه، يعني احنا دايما درجات الحراره يعني احنا خلينا نقول احنا هنبقى 35 و 36 ولكن الرطوبه هي اللي هتدينا احساس بال 40. بالظبط، يعني الرطوبه هي اللي هتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره توصل ل 39 و40 درجه مئويه على القاهره الكبرى، المناطق طبعا الموجوده في جنوب البلاد بتتجاوز ال 42 وال 43 درجه مئويه. المناطق الساحليه تعتبر اقل درجات حراره لكن طبعا فيها ارتفاع كبير في نسب الرطوبه، يعني متوسط درجات الحراره ما بين ال 31 وال 32 درجه مئويه المحسوسه هتوصل ل 35 و36 درجه مئويه، يعني نسب الرطوبه دي هتجعل بقى احساسنا بالطقس فترات النهار ان هو طقس شديد الحراره راتب على اغلب المناطق الموجوده في الجمهوريه فيما عدا السواحل، اجواء هتكون عليها حر راتبه فتره النهار. ايضا فترات الليل هنحس بالاجواء وبالاجواء المائله للحراره الرطبه مع ارتفاع نسب الرطوبه. ده المفروض ان ده على مدى الاسبوع، يعني من الجمعه ولمده اسبوع، من غدا ولمده بالظبط من الجمعه القادمه، مش من غدا ان شاء الله، وعلى مدار الاسبوع القادم كله من يوم السبت وعلى مدار باقي الايام الاسبوع ان شاء الله. عموما نتمنى انه الناس خلاص هتعرف تتعامل مع درجات الحراره، الاكثار من ماء، ملابس خفيفه، اعتقد ده هيكون هو الحل اللي ممكن نتعامل معاه. دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه اشكرك شكرا جزيلا. زي ما يعني هنعمل ايه، الطقس حار يعني احنا اتعودنا عليه، بس انا شايفه الى حد ما الصيف السنه دي يعتبر ما بين معقول وجيد، يعني ما تتكلم عن الدرجات معقول وجيد نتحمل، لو كان اسبوع هنتحمله قد ما نقدر، الناس بس تاخد بالها شويه بالذات في فتره النهار، يعني اهالينا اللي بيشتغلوا اللي بينزلوا، انا بشوف كتير يعني سيدات فضلايات بيبقوا ماسكين شمسيه، يعني ده بقى منظر موجود يعني بالنهار بشكل كبير، وهي الحقيقه بتخفف درجات الحراره، يعني الحفاظ على مستوى الميه، الملابس الفاتحه اعتقد بالذات تحت اشعه الشمس بتبقى بتعكس اشعه الشمس وتقدر تدي احساس كده ان الجو يبقى افضل.